السلام عليكم أعزائي المتابعين قناة أمين المعلومات. اليوم في هذا الفيديو كما شاهدتم في عنوان الفيديو سأقدم لكم خمس لوجوهات احترافية تضعون في على مدونتكم، وبإذن الله ستنال إعجاب الجميع وتنال إعجابكم أنتم أيضا، وتستقبلون مجموعة من الزوار والمتابعين لقناتكم. إذا نبدأ على بركة الله. سأريكم اللوجوهات التي صممتها، سأضع لكم رابط تحميل أسفل الفيديو. فكما تشاهدون ها هي اللوجوهات، خمس لوجوهات، وضعت واحدا للبنات هو اسمه بروشي الثالث. كل هذه البروشيات صممتها على برنامج الفوتوشوب، ويمكنكم أنتم أيضا التعديل عليها انطلاقا من برنامج الفوتوشوب. إذا نبدأ على بركة الله وتابعونا في هذا الشرح القصير.
أكيد. Bye.